المسألة ليست مسألة قلة أو كثرة، وإنما هي البركة، البركة هي الأساس. روي أن سائلا كان يسأل يطلب صدقة، فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم معه إلا تمرة، فأعطاها للرجل فأعرض عنها مستخفا بها، لم تعجبه التمرة. ومر سائل آخر فأعطاه التمرة فقبلها وشكر الله عليها، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال معتزا بها متباركا: تمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر الله وصلت في ساعتها بعض الغنائم والمكاسب للمسلمين، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحضر له 40 درهما. وهكذا، فمن رضي بالقليل وشكر زاده الله. وصدق إذ قال عز من قائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، لأن الرزاق سبحانه أخبرنا في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. والبركة هذه مفتاحها الشكر. ولا يحزن الفقراء فأنتم الأغنياء حقا، ألم تسمعوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد يقول أحدهم: ليس عندي رأس مال للقيام بمشاريع عظيمة نافعة من حر مالي، وأشكر بهذا نعمة المال. ليس هناك مشكلة، الله يعطيك الفرصة أن تسعى في ذلك عند من أعطاهم الله سبحانه وتعالى المال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. لكن مع هذا وأنت مسلم لم تحرم أبدا من نعمة الإنفاق، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بل إن كنت لا تملك حتى شق التمرة هذا، أنت أكيد تملك أن تلبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويبقى السؤال: هل المال نعمة؟ النعمة الحقيقية هي ما ينفع في الدنيا والآخرة معا. المال مثلا إذا أنفقه صاحبه فيما يرضي الله على أولاده أهله أصحابه ضيوفه من غير إسراف ونيته لله، فإن المال عندها يكون نعمة. أما إن كان ينفقه على السجائر وعلى ملذاته الخاصة التي يشبعها في الحرام أو لمعصية، فهو بالتأكيد حول النعمة إلى نقمة، ولا يصح أن نقول عن هذا المال بعدها أنه نعمة. بل قد يكون المال ابتلاء للشخص ولمن حوله، كما حصل للناس الذين فتنوا بالثروة الهائلة التي امتلكها قارون، فقالوا كما ذكر على لسانهم الحق تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته، أي قارون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انقلبوا عن عيشتهم ولم يشكروا الله على نعمه، وتمنوا أن يكونوا مثله. ثم لما أنزل الله سبحانه وتعالى عقابه به: فخسفنا به وبداره الأرض، ماذا قال هؤلاء أنفسهم؟ يحكي تعالى عنهم: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا. الآن اعتبروها نعمة منا من الله سبحانه وتعالى أنهم لم يكونوا مثله، وإلا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الذين يكفرون نعمة الله ولا يشكروها كما كان من قارون. يا أمة الإسلام، هلا شكرنا نعمة المال؟ الأموال تحت الأرض، البترول، الأمة ماذا تفعل بأموالها؟ نستعين بنعمه على معصيته إلا من رحم ربي. أموال كانت تصرف لفتح بلدان وهدايتها للإسلام والنهوض بها حضاريا، واليوم أموالنا تصرف للفتح أيضا وللإنشاء، لكن ماذا نفتح؟ ماذا ننشئ؟ قنوات فضائية لسلخ الأمة عن هويتها الإسلامية والعربية، أغاني وأفلام وبرامج مشبعة بروح الحياة الغربية. ويتبع نعمة المال نعمة المنصب، فالمنصب قد يسخر لخدمة الأمة وأفرادها، وقد يكون العكس فيستغل القضاء على كل شيء. سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ قد نقل لمثل أمامه، ماذا قال؟ هل قال: هذا ملكي، هذا سلطاني، هذه إمكانياتي، هؤلاء جنودي أقوياء أقوى من غيرهم؟ لا. هل دفعه ذلك إلى البطش بملكة سبأ وقومها لما قدر عليهم؟ لا، وحاشاه ذلك، إنما قال كما ذكر عنه تعالى في كتابه العزيز: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أما البرامكة فهم أسرة عاشت في عهد العباسيين، بلغ من ترفهم وإسرافهم أنهم كانوا يطلون قصورهم بماء الذهب، واستغلوا سلطانهم فقتلوا وبطشوا وظلموا.
وقد حذرهم العلماء أن ينتهبهوا، فالنعمة لابد لها من شكر، وإلا لن تدوم وقد تنقلب إلى نقمة. لكنهم لم يرتدعوا، وعندما جاء وقت العقاب أهلكهم الله بأقرب الناس إليهم، هارون الرشيد الذي أحبهم وقربهم وولاهم، ولما علم بأعمالهم اجتاحهم بالسيف وقتل شبابهم وأخذ كبارهم إلى السجن. فكان يحيى بن خالد البرمكي يبكي في السجن ليل نهار، وكانوا يتساءلون فيما بينهم ما هذا البلاء الذي حل بهم. فيقول يحيى: أعطانا الله المال والسلطة فلم نشكره، عصيناه بنعمه، وأنزلنا بطشا شديدا في الناس، فأصابتنا دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل عنها الله، وصدق الله إذ قال: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحبتي في الله، إن الواجب علينا أن نعتبر قبل أن نكون عبرة، وأن نتذكر قبل أن نصير ذكرى. والحوادث من حولنا تتلاحق تقول لنا: إن من نسي الله وفضله نسيه الله، ومن عصى الله وهو يعرفه سلط الله عليه من لا يعرفه، يسلط الكافر على المؤمن، لأن المؤمن لم يشكر نعمة الإيمان أو غيرها من النعم، ومن أعطي نعمة فلم يشكرها سلبها الله منه. بالله عليكم نهشتكم الله، ألا نعود إلى درب الشاكرين، إلى صراط الله المستقيم، إلى أن يجمعنا الله بكم على طاعة وخير ونحن له من الشاكرين. أستودعكم الله وأستودع الله نعمه التي تفضل علينا بها، ونسأله أن يجعلنا وإياكم لها من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله.